أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. هذا الصباح وجدت آلة التصبين للملابس لم تعمل. كما تشاهدون، هذه الماركة هي ويربول، وعندما قمت بوضع الملابس للتصبين سوف تشاهدون، سوف أقوم بتشغيلها. هنا الساعة، تشاهدون أنا ترسل رسالة F08، يعني أن هناك خلل. وكما تشاهدون هنا هذه النقطة الحمراء، أي هناك مشكل. يعني أردت أن أصلح هذا المشكل، وقلت في نفس الوقت لما لا أشارك هذه الطريقة، ربما سيستفيد منها الكثير من الناس إذا كانت لديهم نفس المشكل. إذا أول شيء سوف نقوم بإزالة هذا الغطاء الذي يوجد في الآلة، ثم بعد ذلك سوف نتبع المراحل. كما تشاهدون سوف نزيل هذه البراغي، وسوف نزيل الوجه الأمامي لهذه الآلة. ثم بعد ذلك نقوم بإزالة كذلك، سوف نزيل أو سوف نفك هذه الجلدة على هذه الواجهة.
يجب إزالة أو فك هذا الخيط لأنه هو الذي يقوم بسد الباب عند بداية التصميم. إذن بعد إزالة هذا الغطاء الأمامي فتلك الرسالة التي أشارت إليها هذه الآلة هي F08، فهذا يدل على أن هذا الجزء هو الذي به مشكل، وهذا الجزء تسمى ريزيستانس أو السخانة، أي هي التي تسخن الملابس أو المياه. أنا لاحظت أنه أعتقد ربما أنه ليس فيها مشكل، لأنني وجدت هذا السلك منطور من هنا وبه بعض الشرارات، أعتقد ربما هو السبب. إذا كان ليس هو السبب فيجب إزالة هذه الريزيستانس أو هذه السخانة وتبديلها، إزالتها من هنا وتغييرها. سوف أضع لكم صورة لمثلها. أنا أعتقد أنني لا أحتاج إلى ذلك، فقط سوف نقوم بتغيير هذا السلك. إذن كما تشاهدون قمت بتعديل فقط هذا السلك ورجعته إلى مكانه. الآن سوف نقوم بجمع هذه الواجهة. كما قلت، إذا لم تجدوا أنتم مثل هذا المشكل فالمشكل هو هذه السخانة أو الريزيستانس، يجب نزعها من هنا فقط بسيطة، ويجب تغييرها. لديها سلكين سالب وموجب، كذلك هذه الأسلاك التي توصل لها الأمر لكي تقوم بدورها. إذا جد بسيطة، تنزع من هنا. سوف أضع لكم شكلها. إذا سوف نقوم الآن بجمع هذه الآلة. يعني بعد تثبيت هذه الجلدة في مكانها، نقوم بإرجاع هذا السلك الذي يقوم بإحكامها. Thank you.
سوف نقوم الآن بتشغيلها إن شاء الله مباشرة، وسوف نلاحظ هل أزيل ذلك الخلل أم لا زال. بسم الله. كما تشاهدون فأصبحت تشتغل بدون الرسالة التي قامت بكتابتها F08. إذن الآن كما تشاهدون الآلة التصميم اشتغلت الحمد لله. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الإصلاح البسيط. كما تعرفون فهو مكلف لكي تحمل هذه الآلة وهي جد ثقيلة إلى صانع، ثم بعد ذلك تردها، فتكلف مجهودا ماديا وجسديا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، وإلى فكرة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.